اوصلك. تتصلي؟ ايه. ما خايف؟ لا ليش خايف؟ انه مره دا تسوق شفتها. ايه مو متعودين. متعودين هنا. الله حيهم. شلونكم؟ اخباركم؟ راديو الغد بالرمادي اليوم ويا دليني. راح ندل كل المناطق. شنو دليني؟ خليكم تتابعون وراح تعرفون شنو. يلا تعالوا نقول يا الله ونطير. برنامج كلش حلو وممتع، راح تستمتعون به كلش هواية. مأساة، يعني حق الان انا دا افتر ما شفت حد يدليني، كلهم عندهم سيارات ما شاء الله. مرحبا. اهلا وسهلا. وين توصل؟ شارع المستودع. شارع المستودع؟ نعم. زين دليني؟ نعم. يلا. يلا. حلو. راح يدليني. خلينا نشوف. شلونك؟ بخير الحمد لله. قبلها البس حزام الامان. وين بيتكم؟ بالملعب. بالملعب، وانت وين رايح؟ شارع المستودع. شارع المستودع، وين هذا؟ صار هسه احنا بيوم منطقة. حي البكر. حي البكر. تعرف احنا منو؟ دليني. اوكي دليني. دليني راديو الغد احنا. نعم. تعرف راديو الغد لو لا؟ اي اعرف، متابع بيو اسمع عليه مرات بالسياره. وش قد التردد؟ والله ما حافظه بصراحه. اي 94.9. نزلت تطبيق راديو الغد لو لا؟ لا لا ما نزلت. ايش عجب؟ والله عندي اغاني اسمع على طرب. راح اسالك كم سؤال. احنا سوين اول شيء هاي هنا ما الشارع حي الضباط، ومننا نرجع على حي البكير والمستودع. مين اطلع؟ المستودع صار نفس الاستدارة نرجع. زين اوكي. راح اسألك كم سؤال، اذا جاوبت صح تفوز ويانا. تمام. شو وقت تأسس راديو الغد؟ 2018 لو 17 لو 15؟ 17. شفت؟ غلط. غلط؟ زين غير سؤال. بس سؤال واحد. زين غير سؤال. غير سؤال. غير سؤال. لا هو بس سؤال واحد اللي يصعد وياي اوصله سؤال واحد له. تمام. وانطي خيارات، اذا جاوب صحيح فاز ويانا، اذا ما جاوب صحيح ما يفوز ويانا. شو تسوي؟ تحبك هيك اليوم بس بس نواصلك. بس انا 17 اعتقد لو 15 مو بال 18. يعني لا انت خلاص انت بعد قلت لي بس الجواب من غير النهر لازم الجواب. الجواب 15. 15 اي 2015. دوام. زين. ما خايف من شنو؟ مرضى تسوق وهيك شيء دائما متعودين. بس قولي مين اطلع المستودع؟ منا بنفس الاستدارة. منا؟ ايه. نعم. زين راح ارجع بنفس الاستدارة. وين هسه هيك اطلع؟ لا هيك منا. منا؟ ايه. نعم. هي هيك قبل نطلع على المستودع. ايش عندك بالمستودع؟ والله هيك فرة ونرجع، وهم لازم نرجع فرة ونرجع. اها اوكي. لا اني خلاص انا راح اوصلك خلاص بعدين ترجع. لا نرجع. اي شنو؟ اوكي. زين صار لك ايش قد ساكن بهذه المنطقة؟ يعني من الولادة، من جت للدنيا هنا. حلو، يعني انتم من زمان هنا. اي نعم ابجي. برأيك احلى منطقة بالرمادي منو هي؟ شنو هي؟ هنا؟ اي يعني المستودع، حي المعلمين. زين. اي هاي المناطق الراقيه وفخمه. صراحه انا دا اشوف الرمادي كلها راقيه. نعم صح، بس مو اكو مناطق غاليه ومناطق اقل بالسعر وفين. اها اوكي. من ناحيه الايجار والبيع والشراء. ايه نعم. وهاي السوالف الايقاف كله صاعد هناك المستودع حي المعلمين و... حلو تمام. هنا هنا هذا المكان. ايه نعم. اوكي يلا مشكورين. عيني كل الهلا نورتنا. جدا نشكرك. كان بودي جاوبنا صح حتى تفوز ويانا. يعني. يلا مشكورين. باي باي. السلام. وهاي هسه احنا بالمستودع، وين راح نروح عاد ما ادري. خلينا نشوف المره الجايه منو راح يدلينا وشلون راح نندل. زين انا اليوم ما انزل اذا ما احد يفوز وياي. مرحبا عمو. مرحبا حجي. شلونك؟ وين توصل؟ والله نهايه هذا الشارع، نهايه تانكي. اوصلك. تتصلي؟ ايه. يلا. والله انا دامشي شوي. شلونك عمو اخبارك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ان شاء الله يا رب تكون بخير. ان شاء الله. راديو الغد بالانبار تقدر تسمعنا على التردد 94.9. دليني هو جاء
جينا راديو الغد وما ندل بالانبار. نعم. فانتوا لازم تدلونا، انتوا لازم تدلونا بالرمادي. حاضرين. الله يسلمك، اي حفظك ربي. راح اسالك كم سؤال. نعم. اذا جاوبتنا صحيح. نعم. راح تفوز ويانا. يلا. اوكي؟ نعم. يلا. برنامج مشوار راديو الغد، منو يقدمه؟ شيماء العبدلي، رندو سلطان، لو ابو زيد. والله انا قلت لك ما مستمع لهذا. انا اذا اعطيك خيارات اعطيني اسم. يعني شيء مال عبد الله يمكن. اوكي. اني شيء مال عبد الله، اني اقدم برنامج مشوار عشان ايدك. لا صدق ربحت ويانا، صراحة اعطيك الجائزة. بس اني مدى اندل، انت وين عبد الله؟ هذا شارع 60. هذا شارع 60. اوكي. حلو. شيء مال عبد الله، اني وياك شيء مال عبد الله، مقدمة برنامج مشوار. وتعلمت على المشاوير صراحة. فقلت ماكو غير دلنيني، اريد اندل، اني ما متعوده. يلا نوصل جسر القاسم وبعدين نرجع، ما ودبوني هنا مو مشكله. تمام، يعني قصدك استدار لك على هذا السايت. نعم نعم. صح؟ نعم، ما كان مشوار. اوكي، استدار. نعم. ليش لا؟ ما خايف؟ لا ليش خايف؟ انه مره تسوق؟ ما دائما اني اشوف الشباب انه الرجال ما يثقون بسياقة المرأة. عكس يعني، هاي يخافون تسوي حوادث. احنا هاي من الضروريات صارت بعد، المرأة يعني تعتمد على نفسها كدوام. ليش يعني تتقيد بشخص او بزوج او باخ؟ هي عندها سيارة تداوم تقضي مشاويرها. الجائزة عمو مقدمة من مطعم. تمام، هذه هي وكالة أردنية. غاربو. أنت والعائلة غاربو، من غاربو. الجائزة مقدمة من غاربو، هذا المنيو مالتهم ووجبة أنت والعائلة. تمام، كلهم برنامج دليني. مشكورين. يعني انت تضيفون اليوم العشاء، ما زال ربيها مطاعم وهاي. تسلم. تضيفون العشاء ما بالبيت. صدق بالله. والله تسلم. يا اهلا وسهلا. تشرفنا بكم. ممنونه. اهلا وسهلا. شكرا عمو. اهلا وسهلا. يلا سلام عليكم. شكرا جزيلا واتمنى لك مساء حلو. اهلا وسهلا. مع السلامة. باي باي. لحد الان ما ضايعة. لحد الان ما ضعت. دلوني اهل الرومان. ما قصروا وياي والله. تحياتي لكم أهل الرمادي والأنبار بسرعة عامة، وكل متابعينا وكل متابعي راديو الغد. دليني مو فقط بالرمادي، ممكن تشوفوها بكل مكان، بس حاليا بهذه الفترة بالرمادي. أحبكم هواية. باي باي.